صابر في ويانا غرض بالاستوديو. ويانا شنو؟ وحتروح غرض في شيء، في ايه؟ شيء ويانا بالاستوديو ايه؟ لازم تروح تجيبه ونتكلم. انا نجيبه لو سمحت. خلينا نشوف وين الغرض بالاستوديو. يا عيني يا عيني. شكون هذه؟ آلة الكمانجة، طبعا جايبينها بدون القوس. أحسن. ليه؟ لا 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 ما هو عازف ماهر على آلة الكمانجة. عازف ماهر على آلة الكمانجة، في قوس؟ لا ما نعزفش راهو يحسرك. أيوة ونشوف كيف؟ أتونا قوس هذا. إيه؟ ونشوف حرفاء يقولوا لي عازف ماهر على آلة الكمانجة. لا؟ أو مش موزونة أو إنسايد؟ يا حسرك كنت نعزف. معاش. ولا. خلاص الله عملوا لي اي حاجه. جنبنا. والله عرقت يا جماعة. خليها جنبنا. لا 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 عازف عازف رائع. أحلى سولو كمان جا سمعته بحياتي. آه أنت قررت أن أنت لما رحت العراق أن أنت ما ترجع إلا وياك ذكرى وكانت كمانجة. كمانجة. أول بداياتك كانت دراساتك في الموسيقى. درست موسيقى أول شيء. مظبوط. دبلوم موسيقى. طبعا درست الدراسة الدراسة العادية البكالوريا والكذا. ومع البكالوريا درست الدبلوم 5 سنوات في معهد محمد علي ثم حبيب معزول ثم نال البكالوريا. انت اكثر طالب جلست في تدرس تدرس موسيقى حوالي 7 سنوات تدرس موسيقى اكثر شوي أكثر. وتخصصت اول شيء مش كمانجة، درست الموسيقى في معهد اللخمي اسمه معهد اللخمي الموسيقى ومع عود فقط، يعني مش كمانجة، مش تخصص كمانجة. مشيت المعهد العالي الموسيقى درست شوية يعني كمانجة، أما اختصاص عود أكثر شيء. صابر وأنت